لكم طلاب الأول متوسط ورجعنا ويا يونت 1 لسن 2 ريتشارد ان العراق. ريتشارد جاينا في زيارة للعراق. الحلو بهذا الدرس انه ما عندكم شغل هواي للامتحانات، كل ما هنالك بعض الصفات تعرفون معانيها، هذا المطلوب، المعنى والإملاء. وين هست؟ عندكم صور مبينة، هنا عندكم الفوتبول ماتش، مباراة كرة قدم، هاترا اللي هي سيتي اوف هاترا، مدينة الحضر التاريخية بشمال العراق، وعندك أور طبعا بالجنوب، وهنا The Citadel of Erbil اللي هي قلعة أربيل، وعندك الـ Traditional Market سوق شعبي، والمارشز in the south of Iraq الأهوار جنوب العراق. هذه الصور يقول لك هنا راح تسمع الكاسيت وتعطيني صفة رأي ريتشارد بكل مكان من هاي الأماكن والأشياء اللي سواها والأماكن اللي زارها، يعني نشاط صفي شفوي. المطلوب من الطالب يعرف معاني هاي الكلمات اللي هي صفات ويحفظ إملاءها كل زين. يعني شلون ستي؟ شوف أمي، عندك amazing معناها شيء مدهش. شوف دائما توصف الأشياء كما تراها باستخدام الـ ing amazing، بينما الممل تشوفه ممل boring، شيء ممتع interesting. زين boring يعني شيء ممل، exciting فشي ممتع جميل، بينما من تقول أنا متحمس وفرحان تقول excited يعني تشعر بالحماس بالسعادة، بينما شي من توصفه تقول عليه exciting يعني شيء ممتع. عندك fantastic، ما معنى fantastic؟ يعني رائع. بعد great عظيم، رائع، huge very very big كبير جدا. إذن very big أو كبير، أو نقدر نقول ضخم، تمام؟ خلينا كبير جدا، ضخم كبير جدا، هاي هيوج. هاي الصفات اللي عندكم هنا. خلاص ستيودن بك كل شي ما بي، بس مفروض تسمعون كاسيت. زين بعد ست والاكتيفيتي، هو الشغل بالامتحانات كله بالاكتيفيتي مثل ما دا تشوفون. تفتح الاكتيفيتي على صفحة 6 و7، خلي كتابك قدامك. أول شيء هنا راح تحط الصفات الملائمة حسب ما سمعته بالكاسيت. نفس الشيء هم عايد نفس التمرين، فطلاب هسه راح نحل التمرين ينسوه، هم student وهم activity كأنما سمعنا الكاسيت، وراح أقول لك شنو الصورة وشنطاها صفة. يعني مثلا الفوتبول قال عليها fantastic، رائعة. الفوتبول نطاها fantastic. أور مدينة أور نطع عليها هيوج، ضخمة كبيرة. The marshes in the south of Iraq، الأهوار في جنوب العراق، نطاها exciting، رائعة جميلة. The markets، الأسواق ما عجبته، كانت boring مملة. Citadel in Erbil amazing مدهشة. أما الهاترا مدينة الحضر city of هاترا شافها فتشي great عظيم رائع. زين ستي أني هذا الشيء خصني بالامتحان التحريري، هذا نشاط صفي شفوي تحريري، بس الصفة تحفظ معناها وتعرف تكتب إملاءها. زين نروح على تمرين النشاط 2، نفس الكلام نعاد، هو نفس اللي قلته هسه تكرر، 1 نفس 2، نشاط صفي شفوي. رقم 3 يقول what do the words mean، ماذا تعني الكلمات التالية؟ أول كلمة كلمة ancient. Ancient يعني very old، قديم جدا، بس هو ترى ما يريد المعنى بالإنجليزي، دا يريده بالعربي. فancient راح تقول عليه قديم جدا، معناها very old. ما معنى citadel؟ citadel يعني قلعة، قلعة، قلعة أربيل، citadel of أربيل. عندك أيضا ماذا تعني marsh؟ marsh يعني هور، أهوار، هاي مسطحات مائية جنوب العراق تصير ناصية، يربون بها حيوانات ويزرعون بها الرز وغيرها. ذكرتس زقورة، هاي الزقورة اللي هي من الآثار طبعا جنوب العراق، الزقورة في مدينة أور. وعندك برايت، ما معنى برايت؟ معناها مشرق. زين نجي على تمرين رقم 4، حبيبي هذا مهم جدا، تمرين 4 page 7، هذا كلش مهم، هذا اكتب لي يجي بالامتحان. يقول the words in the correct order،
to make sentence يعني يقصد put the words in the correct order رتب الكلمات على مود تعطيني جملة صحيحة اسمعني زين exciting Richard thought there was football match شون أرتبها راح أبدي بفاعل الجملة منو فاعل الجملة منو الشخص القام بالفعل Richard حطه بالبداية رقم واحد Richard ورا الفاعل مباشرة راح يجي الفعل الماضي Richard thought توقع اعتقد ورا حط المفعول به He thought the football match مباراة كرة القدم شبيهة was exciting عبالة ممتعة عبالة حلوة ظهر ومتونس بها B weekend friends you the do at your visit ما طول اكو do وكو فعل مجرد يعني استفهام يعني قدم الفعل المساعد فراح تقول do you visit اول وحده do you visit منو your friends شو وقت at the weekends Do you visit your friends? تزور أصدقائك بالويكينز بأيام عطل نهاية الأسبوع. إذن هذا التمرين اللي كلش مهم عندكم في lesson 2. وأخيراً يقول listen to Sarah talking about her holiday. Write notes. راح تستمع كاسية هذا النشاط صفي شفوي اللي هو كاسية تستمع سارة شون تحدثت عن العطلة مالتها. للامتحان التحريري كل المطلوب من عندك من lesson 2. الصفات معانيها وإملاها وترتيب الجمل بتمرين رقم 4 يعني المطلوب هذه الصفحة وتمرين رقم 4 هذا اللي تحتاجه للامتحان التحريري Thank you